يختصر المشهد هنا الدمار الكبير الذي يحدثه الاحتلال كلما اقتحم مخيم جنين والمدينة بشكل عام. الدمار في هذا المنزل أحدثته جرافات الاحتلال بينما كانت العائلة في الداخل. هنا حجم الدمار في الجدران الخارجية للمنزل، في بوابة المنزل، الدرج المؤدي صوب باحة المنزل. تقريبا الساعة بجوز 7 وإشي تقريبا سمعنا صوت هدد، عملنا حالة كومنا حالة كلنا في المطبخ عسى بده يهد هون، نبقى بعد الحمد لله في أطفال، لأنه عندي بنتي وعندي أولادها. المشهد هنا لأحد المنازل، ولكن يختصر الدمار الحاصل في بقية المنازل على جانبي هذا الطريق المؤدي إلى داخل مخيم جنين. هنا أيضا منزل آخر تضرر بفعل جرافات الاحتلال، السكان خرجوا من منازلهم ليستطلعوا حجم الدمار الكبير في هذا الجزء من مخيم جنين. من هنا من داخل مخيم جنين في هذه المنطقة على الأقل 20 منزل دمرت بشكل جزئي أو بشكل كامل في هذا الموقع من مخيم جنين. هذه المنازل تضاف لعشرات المنازل التي يتم تدميرها في كل اقتحام يتعرض له المخيم. السكان في هذه المنطقة يعني شاهدوا منازلهم بجدرانها وبواباتها الرئيسية تهدم أمام أعينهم، بينما كانوا في داخل هذه المنازل كانوا ينتقلون من الغرف المتطرفة إلى جانب الشارع والأزقة صوب الغرف في المنطقة الداخلية من المنزل. فماذا يفعل الفلسطيني اليوم لكي يعني يعيد إعمار ما دمر من منزله؟ يستبدل الجدران المهدمة والفتحات التي تحدث في هذه الجدران بهذه الأقمشة التي يغلق بها الفتحات التي تحدثها الجرافات في جدران المنزل. يعني شايفك صافن الدمار اللي شايفه انت. يعني أنا هون عندي كان في حوز مي هذا اللي بشرب منه كله، أجي كونه كاموم عندي هون مدخلين للدار كله شالوه، هاي كانت شاد طريق ضيق هون فأجي وسعوها، وكنت واقف حتى بكل الجيل تاع الجرافي واقف على الباب بحكي له وين رايح مرة على الفاضي. دخل عليك بيتك بالجرافة؟ دخل انا واقف على الباب هذا، شايف على الباب هذا وانا واقف بحكي له وين رايح مرة على الفاضي، يرجع لورا شوي ورد كمان ضرب بالدار. انت كنت جوا البيت انت والعيلة والاطفال وزوجتك و... كنت جوا وشوف الدمار عياط الاولاد. هذا الهدم يحدث بينما يحاول ان يوسع الطريق لجرافاته العسكرية لتمر صوب عمق المخيم بشكل اكبر. على مدار اليوم والليلة.